تكليف القوات البرية ولواء خليفة بن زايد الثاني من حرس الرئاسة بتشكيل فريق قتال بري للتعامل مع العدو وتطهير المباني المتواجدة جهة اليمين، بينما نشاهد عملية الإبرار البحري ونزول دبابات اللوكلير من سفينة الخزنة جهة اليسار قليلا. نشاهد اقتراب مروحيات الشنوك الهجومية الآن وتقوم بالهجوم الغاطس وبالرماية على الأهداف التي تقع في جهة اليمين، رماية تمهيدية، وذلك لدخول الدبابات وناقلات الجند بي ام بي 3. مروحيات الاباتشي الهجومية عالية التسليح ذات ردود افعال سريعة وبامكانها ان تهاجم لمسافات قريبة او في العمق. تستمر مروحيات الاباتشي بالرماية التمهيدية على الاهداف التي تقع في جهة اليمين. بينما نشاهد الان استمرار هذه الرماية من جهة مروحيات الاباتشي على الاهداف، نشاهد الان دخول المدفع جي 6 من جهة اليسار حيث سيأخذ موقعه، وذلك للبداية بالرماية على الأهداف التي في جهة اليمين. يبدأ الآن هذا المدفع والذي يعتبر من المدافع الأحدث تطورا على مستوى العالم الآن يقوم بالرماية على الأهداف، بينما نشاهد أمام المنصة مجموعة من ناقلات البند في أمني 3 تأخذ مواقعها وتقوم بتقديم اسناد لقوات المشاة الآلية المتقدمة، بينما نشاهد الدبابة لوكلير امام المنصة مباشرة تقوم بالرماية على الاهداف. نشاهد الان دبابات اللوكلير بينما تقوم اليات بوبيان التابعة لمجموعة هندسة الميدان بفتح ممرات آمنة في حقل الالغام، وذلك لمرور الدبابات ونافلات الجند نحو الهدف. تم فتح ممرات آمنة عبر حقول الألغام بينما تتم هذه العملية تحت حماية من الجو. تتقدم الدبابات الآن عبر الممرات الآمنة وتليها قوات المشاة المحمولة بالآليات المدرعة بي ام بي 3.